اخبارك كده؟ مساكم الشباب عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل ريفيجن سريعه كده على التوتوريال التاني. رب تكونوا فهمتوه يعني وساعدكم على الفهم، يعني عشان المره اللي فاتت احنا اعتمدنا على الفهم بقدر كبير يعني، فاتمنى ان تكونوا فهمتوا واستوعبتوا التوتوريال بشكل كافي. يعني عموما التوتوريالات يعني ما تخلوش نفسكم تاخدوا فيها وقت كتير، لان هي بيجي عليها طبعا اسئله في الامتحان، ومعظم عشان الناس ما بتذاكرش التوتوريالات فتيجي تغلط في التوتوريال. فلا يعني التوتوريال بتبقى سهله جدا، فانتوا حتى مجرد انكم تسمعوها ده هيسهل عليكم كتير قوي اصلا يعني في الوقت، وكمان هتخشوا تحلوا ان شاء الله الاسئله في الامتحان صح، لان هي التوتوريال بيبقى سهل مجرد بس انت تعرف يعني هو بيتكلم عن ايه، تعرف امثله كل حاجه بتعرف تخش تحل يعني. فادوا مجهودكم الكبير للمحاضرات والتوتوريالات دي، بس مجرد انكم تسمعوها ده هيبقى معاكم ان شاء الله بسيطه وسهله يعني. طيب برضو نتذكر زمايلنا ندعي لهم، ربنا يغفرهم يا رب ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، امين رب العالمين. ونقول دعاء مقابل المذكره، اللهم انا اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب هنرجع بقى النهارده على ايه؟ هنرجع على البرايمري والسكندري اكتف ترانسبورت. اول حاجه احنا كان اكتف ترانسبورت وسكندري، اكتف ترانسبورت الاثنين هم بنقل الماده عكس الكونسنتريشن جريدينت بتاعتهم، عشان كده بنحتاج طاقه. اول حاجه اكتف ترانسبورت هو ترانسبورت اوف سبستانس اجينست اتس الكتروكيميكال جريدينت، لها عكس الفرق التركيز، عشان كده هي بتبقى محتاجه نيد انرجي ومحتاج او محتاجه كارير، محتاجه بومب. تمام. طيب اول حاجه بقى نتكلم على البرايمري اكتف ترانسبورت. البرايمري اكتف ترانسبورت هو ايه؟ برضه نفس حاجه، ترانسبورت اوف سبستانس اجينست اتس الكتروكيميكال جريدينت، الماده عكس فرق التركيز، قلنا ان هي محتاجه كارير ومحتاجه انرجي. قال لك سبيسيفيك كارير اند ذيس كارير هاز اي تي بيس اكتيفيتي، عنده الكارير دي او البامب دي عندها اي تي بيس اكتيفيتي، عندها انزيم بيكسر الاي تي بي عشان يحصل على طاقه من اي نوع سبستانس. وقلنا حاجه اسمها دايركت ريليس اوف انرجي، لان السكند اكتف ترانسبورت هو اندايركت ريليس اوف انرجي. تمام. يبقى عندي برايمري اكتف ترانسبورت هو ايه؟ بنقل الماده عكس فرق التركيز، محتاجه كارير ومحتاجه انرجي. الكارير ده هو بيكسر الاي تي بي عن طريق اي تي بيز انزيم ويحصل على الطاقه منها ننقل السبستانس. تمام. طيب عندي بقى امثله برايمري اكتف ترانسبورت، ثلاث امثال، صوديوم بوتاسيوم بامب، كالسيوم بامب، هيدروجين بامب. نحفظ مع بعض امثله البرايمري اكتف ترانسبورت، ثلاثه، صوديوم بوتاسيوم بامب، كالسيوم بامب، هيدروجين بامب. اول حاجه صوديوم بوتاسيوم بامب دي عباره عن ايه؟ زي بامب بتنقل خلينا اعلم لكم عشان تكوني معايا، بتخرج 3 صوديوم او سايز سيل وبتدخل 2 بوتاسيوم ان سايز سيل. نفتكر لما احنا كنا عاملين الخليه كده وكنا قايلين الصوديوم كان بره عالي، وكنا قايلين ان هو جوه بيبقى قليل، ماشي، وكنا العكس في البوتاسيوم، قلنا البوتاسيوم جوه كان بيبقى عالي وبره بيبقى قليل. تمام. وكنا بنقول ان احنا بنقل عكس فرق التركيز. برامج اكتف ترانسبورت هو ايه؟ نقل ماده او مادتين عكس فرق التركيز. يعني عكس فرق التركيز يعني ايه؟ بنقل من التركيز الاقل للتركيز الاعلى، يعني هنقل الصوديوم هنا لهنا. تمام. والبوتاسيوم بنقله من هنا لهنا. فقلنا كان في 3 صوديوم يجوا يمسكوا هنا، وقلنا في 2 بوتاسيوم يجي يمسكوا هنا، وكانت البامب دي او بسميه كارير اي حاجه عنده اي تي بيس اكتيفيتي كان يكسر الاي تي بي يحصل على انرجي. تمام كده. الانرجي دي بتعمل ايه؟ تقوم محركه البامب دي عامله زي مروحه وتقوم لفها كده. لما لفها كده ادخل 2 بوتاسيوم واخرج 3 صوديوم. تمام. طيب حاسب مثلا ايه كالسيوم بامب؟ كالسيوم بامب عندي منها 2 بامبس، عندي بامب موجوده في السيل ميمبرين وبامب موجوده في الميتوكوندريا. البامب الموجوده في السيل ميمبرين دي بتخرج البوتاسيوم، بتخرج الكالسيوم او سايز سيل، اما الموجوده في الميتوكوندريا لا، دي بامبس الكالسيوم انسايد ذا ميتوكوندريا. تمام. طيب في نوع كمان مختلف من كالسيوم بامبس، موجود في المسل فايبرز، موجود في الخلايا العضليه، موجود في السيركبلازم كريتيكولم، والكالسيوم بامب دي بتدخل الكالسيوم اون سايز سيل. تمام كده. يبقى انا عندي الميتوكوندريا والمسل فايبرز اللي كالسيوم بامبس موجوده فيهم بتدخل الكالسيوم انسايد ذا سيل اون سايز ميتوكوندريا. اللي موجود في السيل ميمبرين لا، ده بيخرج الكالسيوم بره السيل. تمام. الهيدروجين بامب، عندي الهيدروجين بامب دي موجوده فين؟ موجوده في خليتين، موجوده في البريتال سيل، موجوده في الانتركريتال سيل. تمام كده. الهيدروجين بامب موجوده فين؟ موجوده في خليتين، بارايتال سيل وانتركريتال سيل. البارايتال سيل دي موجوده في الاستومك. طب الانتركريتال سيل دي موجوده فين؟ موجوده في رينال تيبيولز، بالاخص السكند هاف اوف ذا سيل تيبيولز اند كولكتنج دكت. انا اكتشفت ان انتوا ما كنتوش خدتين، مش واخدين رينال، معلش عشان المره اللي فاتت كنت يعني متعبده ان انتوا عارفين. احنا عموما في الرينال بقى كده تعرفوا ان الرينال مكونه من بروكسيمال كونفرس تيبيول، يعني عموما بروكسيمال كونفرس تيبيول، وحاجه اسمها لوب فينل، وديستال كونفرس تيبيول، وحاجه اسمها كولكتنج دكت. ماشي كده. يبقى انا عندي بروكسيمال كونفلوتد تبيول، وعندي حاجه اسمها لوب فينل، وعندي حاجه اسمها ديستال كونفلوتد تبيول، وعندي حاجه اسمها كولكتنج دكت. عندي الانتركريتال سيلز موجوده فين؟ موجوده في الديستال كونفلوتد تبيول، ديستال كونفلوتد تبيول، والكولكتنج دكت. تمام كده. طيب وزي بامبس الهيدروجين فروم ذا سيل تو ذا تيبيرال يومن، واحنا بنصنع الهيدروجين عموما جوه الخلايا، ماشي كده، وتيجي بامب هنا كده تقوم مخرج الهيدروجين ده وتوديه لايه؟ للتيبيرال يومن. تمام. طيب يبقى عندي الهيدروجين بامب موجوده في البارتال سيل، الموجوده في الاستومك، وموجوده في الانتركريتال سيل، اللي موجوده في الرينال تيبيولز. انهي رينال تيبيولز بالاخص؟ عشان ممكن تجي لكم في الام سي كيو، موجوده في السكند هاف اوف ديستال تيبيولز، السكند هاف اوف ديستال تيبيولز، مش عشان ممكن يجي لكم مثلا في الام سي كيو يقول لك بروكسيمال تيبيول، لا، موجوده في الديستال تيبيولز اند كولكتنج دكت. تمام. وبتخرج الهيدروجين من السيل للتيبيرال يومن.
ده برايمر اكتيف ترانسبورت. نخش بقى على سكندري اكتيف ترانسبورت، هو ايه برضه؟ نقل الماده ترانسبورت اوف سبستانس اجينست اتس الكتروكيميكال جريدينت، بنقلها عكس فرق التركيز. نفس الحاجه، محتاج كارير ومحتاج انرجي، لكن هنا عشان الكارير دوت ما عندوش اي تي بيس اكتيفيتي، فاحنا ايه ما عندوش اي تي بيس اكتيفيتي، فاحنا كنا بنعتمد على البرايمر اكتيف ترانسبورت. نفتكر من شرح المره اللي فاتت، عشان ما عندوش اي تي بيس اكتيفيتي يعني ما بيعرفش يحصل على طاقه بنفسه، فكان بيروح يجيبها من الصوديوم. تمام، طب الصوديوم اصلا كان ايه اللي مخليه كتير؟ البرايمر اكتيف ترانسبورت لما كان بيشتغل. تمام، هو بالتالي هو بيحصل على الطاقه اندايركت ريليس اوف انرجي. تمام كده، عامل زي انت وابوك، يعني مثلا انا باخد الفلوس من بابا ده برايمر اكتيف ترانسبورت، لولا بابا انا ما كنتش هاخد الفلوس، يعني مش هاخد الطاقه. تمام، فالسكند اكتيف ترانسبورت دوت انت، والبرايمر اكتيف ترانسبورت هو بابا. تمام، لولا وجود بابا انت مش هتحصل على الفلوس اللي هي الطاقه. طيب سكند اكتيف ترانسبورت ده بننقل عكس الالكتروكيميكال جريدينت، سكند تو باسيف ترانسبورت اوف انذر سبستانس دوت اتس الكتروكيميكال جريدينت. نفتكر اصلا تعريف السكند اكتيف ترانسبورت كان ايه؟ نقل مادتين احدهما مع فرق التركيز والاخرى عكس فرق التركيز. يبقى سكند اكتيف ترانسبورت نقل مادتين احدهما مع فرق التركيز، مع فرق التركيز يعني تنتقل عادي بالباسيف ترانسبورت. تمام كده، والاخرى عكس فرق التركيز اللي هو انا اصلا بنقلها. تمام، وقلنا دايما الماده اللي مع التركيز بتبقى الصوديوم. تمام، طيب تعالوا بقى ناخد امثله. قلنا نوعين، كو ترانسبورت وكاونتر ترانسبورت. كو ترانسبورت يعني مادتين ماشيين مع بعض، كاونتر ترانسبورت المادتين ماشيين عكس بعض. تمام، طب كو ترانسبورت اسمها بسميها سمبورت. زي مثلا قلنا مثال عليها مين؟ قلنا صوديوم جلوكوز بامب وصوديوم امينو اسيد بامب. تمام كده، يبقى عندي كو ترانسبورت مين؟ صوديوم جلوكوز وصوديوم امينو اسيد. طب موجودين فين اصلا التو بامبس دول؟ موجودين في البيسال سيلز اللي موجوده في الانتستين والرينال تيبيولز، مش كده؟ تمام، نفتكر ان الهيدروجين بامب مع بعض كده، الهيدروجين بامب كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في البارتال سيل اللي موجوده في الاستومك. تمام، الاستومك كانت برده موجوده في الانترجيت سيل اللي موجوده في الرينال تيبيولز. تمام كده، والاستومك غير الانتستين، عشان بس تاخدوا بالكم. يبقى عندي الكو ترانسبورت اللي هو صوديوم جلوكوز او صوديوم امينو اسيد بامب، دول موجودين فين؟ موجودين في البيسال سيلز الموجوده في الانتستين والرينال تيبيولز. تمام كده، طيب ازاي كانوا بيشتغلوا؟ خلينا مثلا عشان تفتكروها، اذا مثلا كان كده قلنا الصوديوم كان بره كان كتير، ماشي، قلنا ادي الجلوكوز جوه الخليه كان بيبقى كتير او بره كان بيبقى قليل. تمام، وهنا ناقص ايه؟ الصوديوم بينا بيبقى قليل. تمام كده، فاحنا بننقل الماده مع التركيز وماده عكس فرق التركيز. تمام، الماده اللي مع التركيز مين؟ اللي هي الصوديوم. تمام كده، فالصوديوم هيجي كده. طب ماده عكس فرق التركيز اللي هي مين؟ اللي هو الجلوكوز. عكس فرق التركيز يعني من التركيز الاقل لتركيز الاعلى. تمام، تمام، يجي الجلوكوز يمسك هنا اهو، ماشي، عشان يخش جوه عكس فرق التركيز. يجي يقول لبامبا دي اشتغل، البامبا دي ما عندهاش اي تي بيس اكتيفيتي. طب انا اجيب لك اي تي بي منين يا عم؟ يجي الصوديوم وهو داخل جوه الخليه بالباسيف ترانسبورت، يقوم محرك دراع المروحه دي اللي هو البامب يعني، ويقوم ايه مدخل الجلوكوز جوه استيل. تمام، الاثنين دخلوا مع بعض، بسميها كو ترانسبورت او سمبورت. تمام، عكس بقى ايه الكاونتر ترانسبورت؟ لا، من المادتين عكس من المادتين واحده داخله وواحده خارجه، ماشي، بسميه ايه انتي بورت او اكستشينجر. مين مثال عادي على دوت؟ صوديوم كالسيوم بامب وصوديوم هيدروجين بامب. صوديوم كالسيوم بامب صوديوم هيدروجين بامب، لو تاخدوا بالكم انهم الاثنين مثاليين، يعني اللي في مثال في كو ترانسبورت صوديوم جلوكوز وصوديوم امينو اسيد، اما هنا صوديوم كالسيوم وصوديوم هيدروجين. تمام، تمام كده، بنرجع مع بعض، ده مثالين لكوب الكابتن ترانسبورت. نفتكر كمثال البرايمر اكتيف ترانسبورت مين؟ كانوا ثلاثه، صوديوم بوتاسيوم بامب هيدروجين بامب كالسيوم بامب. تمام كده، تمام. طب الصوديوم كالسيوم بامب دي بقى الكاونتر ترانسبورت موجوده فين؟ موجوده في الكاردييك مايوسايتس، ماشي كده، بسميها صوديوم كالسيوم كاونتر ترانسبورت او صوديوم كالسيوم اكستشينجر. تمام، وصوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورت موجوده فين؟ موجوده في الرينال تيبيولز. تمام كده، تمام. نعلم مثلا نرسمها، ماشي كده، يعني قلنا مادي برده نفس حاجه، صوديوم بره كان كتير، ماشي كده، وجوه بيبقى صوديوم قليل، الكالسيوم هنا كان بيبقى قليل والكالسيوم بره كان بيبقى كتير، ماشي. هنقل الماده مع فرق التركيز اللي هي الصوديوم، ومادة عكس فرق التركيز كده. تمام كده، كان يجي الكالسيوم يمسك هنا، اشتغل يا بامب، البامب دي ما عندهاش ايزي بيز اكتيفيتي، ما تعرفش تكسر، ما عندهاش طاقه، ما تعرفش تكسر الطاقه. تمام كده، طيب نعمل ايه؟ هيجي برضو الصوديوم هو داخل جوه بالباسيف ترانسبورت، يخبط في دراع المروحه دي ويخليها تشتغل وتلف كده وتخرج الكالسيوم بره، حاجه داخله وحاجه خارجه بسميها كاونتر ترانسبورت او انتي بورت. تمام، او اكستشينجر. تمام كده، تمام. عندي بقى اخر حاجتين في المحاضره، كان الاندوسيتوز والاكزوسيتوز. الاندوسيتوز دي حاجه اسمها سيل ايتنج، انا بدخل المايكرو مولكيولز الحاجات الجزيئات الكبيره زي البروتينز والبكتيريا بدخلها جوه السيل. قلنا في عندي نوعين من الاندوسيتوز، البينوسيتوز والفاجوسيتوز. قلنا البينوسيتوز ده خاص بالبروتين والفاجوسيتوز ده خاص بالبكتيريا. تمام كده، تمام.
البنوساتوز ده قلنا ازاي حاجه اسمها سيل درينكينج، لما كن لما كان البروتين كان بيخش جوه السيل، قلنا كان بيجي يمسك هنا في السيل ميمبرين كده ماشي، كان يجي يمسك على ريسبتور، في عندي حاجه اسمها سمول بيتس ماشي كده، هسميها كودد بيتس، الكودد بيتس دي عليها ريسبتور، الريسبتور ده كان يجي يمسك فيه البروتين تمام كده. وبعدين ايه اللي يحصل؟ بعدين السيل ميمبرين ده انفاجينيت، يعني يخش جوه كده عن طريق كونتراكتايل اليمنتس، يعني اليمنتس يعني حاجات بتعمل كونتراكشن وتدخل السيل ميمبرين ده لجوه تمام، فيحصل ايه؟ انفاجينيشن اللي هو ده، وتخش وهنا ايه عندك البروتين تمام. بعد كده الكونتراكتايل اليمنتس دي تحصل تفضل تعمل كونتراكشن 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 كده لحد ايه ما تقفل السيل ميمبرين خالص وتدخل البروتين ده جوه السيل تمام. طب البروتين هو داخل بيشد معاه شويه اكسترا سيلولار فلويد تمام كده، فبيكون لي فيزيكال، يبقى عندي الفيزيكال دي جواها البروتين والاكسترا سيلولار فلويد تمام، عشان كده بسميها سيل درينكينج تمام. بعد كده الفيزيكال اللي بقى دي خلاص ما كانت كده مثلا خلاص تبقى سيبريت بقى عن السيل ميمبرين، وركز فيزيكال سيبريت فروم ذا سيل ميمبرين اند باس تو السيتوبلازم، تنفصل بقى عن السيل ميمبرين تخش جوه ايه السيتوبلازم، كان بقى جواها بروتين زائد ايه الاكسترا سيلولار فلويد تمام كده سيل درينكينج. تاني حاجه الفاجوسيتوزيس لا مختلف بقى، ان انا ما بدخلش هنا اكسترا سيلولار فلويد، كان نفس الفكره بالظبط ثواني بس عشان احنا مش عارفه احنا قلنا امثله ولا ما قلناش امثله على البينوسيتوزيس ده. هنا موجود البينوسيتوزيس ده يا بنات او يا ولاد برده، البينوسيتوزيس ما بيحصل في معظم الخلايا الجسم تمام كده البينوسيتوز، اما الفاجوسيتوز لا بيحصل في سبيسيفيك سيلز، خلايا معينه زي مين؟ زي بعض الخلايا الدم البيضاء اللي هم وايت بلاد سيلز اللي هم النيتروفيلز والمونوسايتس، النيوتروفيلز بسميها مايكروفاجس والمونوسايت بسميها ماكروفاجس او تشو ماكروفاجس تمام كده. طب الميكانيزم زي بينوسيتوز بالظبط، بس لما البكتيريا هتيجي تخش تبقى بس هي عباره عن يعني بكتيريا جوه يعني بقاز البكتيريا جوه الفيزيكال، مفيش اكسترا سيلولار فلويد، ده دور اختلاف. تاني حاجه البكتيريا دي مثلا عايزه تتهضم تمام كده، عايزه تتهضم فتيجي ايه يجي لايزوزومز تخش اللايزوزيمز جوه الفيزيكال دي وتطلع دايجستيف انزيمز يعني انزيمز هاضمه وتهضم البكتيريا تمام كده. دوت الاختلافين عن البينوسيتوزس. يبقى عندي الاندوسيتوزس كنا بنقسمه لحاجتين، بينوسيتوزس ده بيدخل البروتين تمام كده، الاندوسيتوزس ده بنقسمه لحاجتين بينو وفاجو، البينو ده كان بيدخل البروتين جوه الخليه وهو بيدخل البروتين كان بياخد معاه شويه اكسترا سيلولار فلويد بسميها سيل درينكينج تمام كده اهو ادي سيل برين فاجينيت وكده دخل الفيزيكال جوه. عكس بقى الفاجوسيتوز لا البكتيريا دخلت لوحدها مش كده، مفيش ايه مفيش اكسترا سيلولار فلويد. تاني حاجه ممكن ادخلها شويه دوزيزايمز عشان تاكل البكتيريا دي تمام او تهضمها. الليجوسيتوز عكس الاندوسيتوز بالظبط، هنا الاندو كنت بدخل البارتكلز او الماكرو مولكيولز الخليه الكبيره من جوه الخليه، اما الليجوسيتوز انا بعمل ايه؟ لا انا بخرجها بره الخليه تمام كده. وكده احنا خلصنا، واتمنى ان شاء الله ان تكونوا يعني فهمتوا وموضوع بسيط ما تقلقوش، بس ذكروا كده وتوكلوا على الله وربنا معاكم يا رب ومعانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.